ماركو ماما وحشتني قوي. صوتك بابا نايم يا عم. بس طنط في المطبخ عارف يا مروان، انا متهيالي طنط دي لو كان عندها اولاد ما كانتش عملت معايا كده ولا مع ماما. يا سلام، تلاقي بابا بس اللي مفهمها حاجات كتير احنا اللي مش عارفينها. حاجات زي ايه يعني؟ ايه ممكن يكون موجود مش عارفينه؟ الله اعلم، بس اكيد هيجي يوم ونفهم كل حاجه. نفسي اسمع صوت ماما قوي. خلاص يا سيدي، لما طنط تنام كلمها. بجد يعني انت موافق؟ التليفون ارحم من مروح. مروان، هي ماما ما بتوحشكش؟ اكيد طبعا بتوحشني. طب يا عم نفسي افهم ازاي ما بيبانش عليك. انا ما بحبش ازعل بابا، ثم الراجل اللي اسمه فوزي ده انا بكرهه من ساعه ما خد ماما مننا. عاملة ايه؟ الحمد لله. لا مروان هنا بس قاعد مع بابا علشان تعبان قوي. معلش يا ماما انا مش هقدر اشوفك الايام اللي جايه خالص لان بابا تعبان. لا اجي ايه؟ ما ينفعش اجي خالص. هو بابا يعني قال لو حضرتك عايزه تقابليني نبقى نتقابل بره. معلش يا ماما. ايه؟ نفسك تكلمي مروان؟ طب يا حبيبتي ثواني. الو، ازيك يا ماما؟ الحمد لله. وحضرتك والله وحشتيني. لا لا، ولا انا ولا مازن. بابا تعبان قوي يا ماما، ولازم حضرتك تقدري الموقف اللي احنا فيه. مروان مروان، يعني مفيش فايده؟ حتى انت يا مروان عايز تموت ابوك؟ هات التليفون ده. والله والله اقدم فيكي بلاغ انك متآمرة على جوزي وعاوزه تقتليه. لمي نفسك بقى يا ست، انت احسن لك. انت فاهمه ولا لا؟ عيب كده يا طنط، انت كده تعديتي حدودك. هي حصلت تكلموني بالطريقه دي؟ ماما هنكلم حضرتك بعدين. على فكره لولا ان بابا تعبان جوه انا ما كنتش هعدي الموضوع ده بالساهل. ايه كنت هتضربني ولا ايه؟ انا مش قليل الادب عشان اعمل كده. وطي صوتك بابا نايم. انا بقى اللي هقول لابوك على طريقه معاملتكم معايا دي. طنط بابا عيان. ما تقول لنفسك انت واخوك، ولا اقول للست الوالده اللي مش سايبانا نعيش في حالنا. ماما ملهاش دعوه بيكي، ماما ليها دعوه بينا وبس. وبعدين لازم تبقى عارفه كويس ان ماما ام. ام؟ عارفه يعني ايه ام؟ اكيد طبعا ما تعرفيش لانك عمرك ما جربت الشعور ده. كده برضو يا مازن؟ انا اسف، ما كانش قصدي طبعا. مازن لسه صغير يا طنط، مش فاهم معنى الكلام اللي قاله. انا اسف بجد، اسف. هي اللي بطريقتها خلتني اقول كده. بس الكلام اللي قلته ده صعب قوي يا مازن.